قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا أئن لنا لأجرا إن كانوا هم الغالبين أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا قالوا ربنا إنا نطمع أن يغفر لنا خطايانا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا
يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين.